بديت نتوري جا هلو واضح معكم سليمة العسالي مغربية 28 سنة كنمارس رياضة كمال الأجسام الملقبة بالوحشة هذه قصتي أجو تعرفوا عليا من صغر جربت بزاف الرياضات ومن بعد ما تعرفت لرياضة كمال الأجسام كان شي حاجة جديدة في المغرب سورتو بالنسبة للعيالات هذيك النهار بحال طحت في الحب ديال هاد الرياضة هذه وما حبستهاش وحاليا انا كنخدم كجرافيك ديزاينر بديت رياضة كمال الأجسام في عمر ديال 19 عام دابا عندي 28 يعني تقريبا 10 سنين كنت فكر اول مره غادي نبدا رياضه كمال الاجسام ما كانوش يعني عمري ما شفت شي بنت معايا في لاصال كانوا غير الدراري وكان صعيب تلقى شي صال اللي ممكن يترينيو فيها يعني ميكس فكنت محظوظه ولقيت واحد الصال اللي نقدر نتريني فيها في البدايه فاش كنا مدينه نترينيو كانوا شويه الناس تيشوفها بواحد الشوفه ديال مالها درتي هكا واش بغات تولي بحال بيان سور فخور بها حيت فريمون من 2012 كنت كنشوفها كيفاش بدات والعقبات اللي دازوا ليها في هاد السنين اللي دازوا كانوا عقبات شويه ماشي ساهلين يعني اللي صعاب شويه وكيفاش تغلبات عليهم باش وصلت لهذا النيفو ديال في المونتال وفي الفيزيك ديالها علاش اختاريت اللقب ديال الوحشه اول سبب هو انه الناس دائما فاش كيكونوا كيديروا النوع ديال هذه الرياضه كيسميوا راسهم بيست يعني بالانجليزيه فانا فكرت انني نديرها بالمغربيه يعني على ماروكين والسبب الثاني هو انني دائما يعني كنت طايحه في واحد المرحله ديال الاكتئاب كانت واحد المرحله خايبه وبغيت نذكر راسي اشاك فوا انني قبل ما نطيح في هذيك المرحله عاوتاني نحاول نذكر راسي انني وحشه انني يعني حتى شي حاجه ما تقدر توقف قدامي بالنسبه للاهداف ديالي والديا بحال تخلعوا فاش بديت هاد الرياضه هذه خافوني نولي بحال راجل خافوني يعني نتجرد من الانوثه ديالي خافوا انني ما نتزوجش خافوا ان حتى شي واحد ما يقبل بيا ف يعني ما قدرتش نقنعهم في الاول ما الحمد لله دابا مزيان فاش طرا لي هاد المشكل مع لي بارون ديالي فهي فين ما كنتش كنقدر نعبر على راسي كنت ضعيفه شخصيا كيف ما قلت فكنت كنلتجئ انني نادي راسي اخير حاجه درتها في حياتي هي هذه هاد الضرابي اولا الشراط اللي في ايدي كنفكر انني نحيدهم بديت كنخاف انه الدراري الصغار ما كيفهموش يشوفوهم ويفهموهم بشي طريقه ويحاولوا يطبقوهم على راسهم فلكن غندير شي حاجه مفيده من السوشيال ميديا هو انني نعاون الشباب نقصر عليهم الطريق ما يديروش نفس الاخطاء اللي درت وفوالا نتمنى انه هذا المساج نوصلو اللي بديت فيه هو انني كنجمع واحد الكوميونيتي ديال العيالات اللي كيديروا هاد كمال الاجسام فبغيت ندير جونغ بحال الجمعيه اللي غادي تجمع هاد النساء هادو يحيى الابن ديال الاخ ديالي ولاحظت انه كينحاز ليا بزاف فيما يتعلق في الرياضه فديما كيلصق فيا في السبور فكيف ما قلت كنحاول نحبب ليه ديك الرياضه يشوفها بواحد ليماج زوينه شنو كديروا في لاصال ندير الحديد وكيعجبك تريني مع سليمه بغيت نكبر نولي بحال الوحش فكنصح الناس بنات رجال كبار صغار يعني كيف ما كانوا الا بغاو يديروا شي حاجه مقتنعين بها وما كياديوش بها راسهم فيتوكلوا على الله يديروها غير نربي وليداتنا حتى هما على حب الرياضه يتهلاو في الصحه ديالهم السونتي مونطال ما كنهضروش عليه بزاف الصحه النفسيه مهمه الا ما كان الصحه النفسيه ما كاين الصحة الجسدية العقل سليم في الجسم سليم اش بغي نقول لكم انه بنتكم ما غتوليش راجل بنتكم ما غاديش تخرج على الطريق الرياضة غتعلمها الاخلاق غتعلمها الديسيبلين غتهلا في الصحة ديالها فوالا كانت معكم الوحشة وشكرا على الاستضافة ديالكم